مشاهدينا الكرام، للتعليق على الموضوع ينضم الينا عبر الهاتف من اسطنبول الكاتب السياسي اليمني السيد نبيل البكيري. اهلا بكم سيد نبيل. بدايه نبدا من زياره المبعوث الاممي الى صنعاء، هل هي محاوله لانقاذ اتفاق السلام الذي وقع في السويد؟ لا شك هي في اطار الجهود الجريتاتاويه اذا صح التعبير لانجاح مشروعه فيما يتعلق ب انقاذ ما يمكن انقاذه من الميليشيات الانقلابيه في الحديده بعد عمليه التعنت التي حصلت في تفسير وتطبيق ما تم الاتفاق عليه في السويد من خلال الميليشيات التي ارادت ان تستلم الميناء من خلال استبدال الزي العسكري لميليشياتها بزي رسمي ومحاوله تفسير ذلك بانه استلام للميناء او تسليم للميناء من ميليشياتها الى ما اسمته بالجيش الوطني. الى اي مدى تتوقع تعاون ميليشيا الحوثي مع مبعوث الامم المتحده؟ انا بالنسبه في هذا السؤال بالذات انا اعتقد انه هناك طرف ما يقف خلف جريفيث هو الذي يتفق تماما ويحاول ان يؤنسن ويسيس جماعه الحوثي و يحاول الدفع بها الى العمليه السياسيه بقوه مقابل الحفاظ عليها والحفاظ على مصالحها او المصالح المشتركه بين هذه الجماعه الميليشيويه وبين هذه القوى الدوليه، ومن خلال ذلك اتضح لنا كميه التدليل التي تحظى به هذه الميليشيات فيما يتعلق ب تخطي الكثير من القرارات الدوليه المتعلقه بها ومحاوله دمجها في العمليه السياسيه رغم انها لا يمكن ان تندمج في عمليه سياسيه وهي جماعة قائمة على العنف وقائمة على الأيديولوجيات والكهنوت. يعني أنا لدي السؤال بهذه النقطة، العالم الآن ألا ينظر إلى أن المعرقل لعملية السلام في اليمن ولإنشاء سلطة سياسية بها مشاركة مشتركة، وبالإضافة إلى أن الحكومة الشرعية هي التي تبادر بمد يدها دائما لميليشيات خارجة عن القانون، ألا يرى العالم أن هناك مماطلة من ميليشيا الحوثي، هناك تنصل عن الاتفاقيات، هناك تجاوز على الهدن، ولماذا يستمرون بدعمها رغم كل ما نراه الآن؟ ما تقوم به جماعة الحوثي هي تقوم في إطار ما يسمى بمشروع الأقليات الطائفية. هذا المشروع هو مشروع بريطاني قديم ومشروع غربي قديم فيما يتعلق بسلب إرادة المناطق المحررة والمناطق الدولة الوطنية بعد الاستقلال والدفع بهذه البلدان وسيادتها واستقلالها بأيدي جماعات طائفية أو أقليات طائفية يمكن أو تمتلك علاقات استراتيجية مع القوى الدولية والاستعمارية. هذا ما رأيناه في كثير من مراه في تكرر في العراق وفي لبنان وفي سوريا واليوم يتكرر في اليمن بطريقة أو بأخرى. طيب، الأمم المتحدة أعلنت أن اجتماع لجنة إعادة الانتشار بالحديدة سيكون يوم الثلاثاء المقبل، هل تعتقد أن هذا الاجتماع يمكن أن ينتج أكثر مما أنتجه لقاء السويد؟ أنا لا أتوقع، لست متفائلا كثيرا بخصوص هذه الاجتماعات وخاصة أنها أو مباحثات ومفاوضات هي مهندسة مسبقا من قبل المبعوث الدولي وقبل بعض الأطراف الدولية التي تريد تحييد معركة الحديدة وإنقاذ جماعة الحوثي في معركة كانت على وشك خسرانها وهزيمتها في هذه المعركة. بالمقابل إن تحدثنا عن الوضع الميداني، ميليشيا الحوثي ميدانيا خسارات لا تؤهلها للعب دور المعطل للاتفاقات، وهناك من يرى أنها كسبت كثيرا من مباحثات السويد، ما المكاسب التي يمكن أن تجنيها من هذا الموقف؟ هي لا شك كسبت اعترافا دوليا بها كقوة موجودة على الأرض بغض النظر عن شرعيتها من عدم، ولكن بالأخير أن يتعامل معها العالم كجماعة سياسية وهي غير ذلك هذا مكسب كبير لها أنا باعتقادي. يعني الجهود الكبيرة الدولية الكبيرة في جر هذه الجماعة إلى الحقل السياسي هو مكسب لها بغض النظر عن النتائج التي ستؤول اليه مثل هذه العمليه او الدفع بها الى المشهد السياسي. سيد نبيل البكيري الكاتب السياسي اليمني، كنت معنا عبر الهاتف من اسطنبول، شكرا لك.